لازم تأمنيها طبعا. يبقى لازم يكون عندك اسطول اسمه جنوبي في البحر الاحمر. وبعدين انت كمان عملت فيها طبعا القاعدة بتاع يعني راس بناس، فالقاعدة النهاردة فيها قوات بحرية وجوية ودفاع جوي لتأمين المجرى الملاحي بتاع قناة السويس. ايوه. في الشمال بقى عندنا البحر المتوسط، عندك الهجرات الغير شرعية، عندك تأمين الملاحة، بل عندك بقى الثروة البترولية الجديدة حقول الغاز. فلازم تبقى عندك حاجة تأمنها. صحيح. عملت قاعدة 2 يوليو افتتحناها وسيادة الرئيس افتتحها، وبعدين النهاردة هيبقى فيها اسطول شمالي. طب احنا برضو الناس ما تصدقش، اقول لك الآتي، شوف جنبك لبنان. لبنان يا مدام عزة جنبنا الموقف صعب. صحيح. الـ نقول المربع رقم 9 جوه المياه الاقتصادية اللبنانية خدتها اسرائيل. ايه المربع رقم 9 ده؟ احنا بتتقسم دايما الحدود البحرية بمربعات جوه. أي. عشان كل مربع ممكن تاخده شركة من الشركات تنطب فيه. فالمربع رقم 9 اللي هو اغنى منطقة موجودة فيها في حقل كريش دخلت اسرائيل وخدته. طب لبنان هتعمل ايه؟ راحت جيت على امريكا الحقونا، لكن هي لو عندها قوة عسكرية كان حد يقدر يقرب لها؟ صحيح. لا. احنا نفس الكلام النهاردة، احنا مصنع ممكن اي حد. عند حقل زهر يا مدام عزة بيجيب 3 مليار دولار في السنة، وهيفضل يديك لحد سنة 45. ايوه. دي مهمة لحد سنة 2045. يعني في من حوالي سنتين طلع حقل اسمه نور جنبه كده. أيوه. وكان هايل، ولكن هيقعد اربع سنين ويمشي، فما تحسبش. أيوه. انما ده هيقعد لحد 2045. فالحاجات دي عايزه قوه عسكريه تحمي، عايزه حمايه طبعا، حمايه، والا طبعا. هنبقى زي لبنان. حقل كريش خدته، ولسه حقل قانا اللي جوه بيتفهموا ياخدوا قد ايه، ده جوه المكان بتاعي. فعشان كده احنا سعداء النهارده بان القوات البحريه المصريه اضيفت لها هذه الفرقاطه الجديده، وان اترفع عليها العلم، وولادنا هيجوا طبعا مبحرين بيها من المانيا لحد هنا. أيوة. ودي اضافة كبيرة جدا عشان نحمي حدودنا وتحافظ على موارد ومقدرات البلد واستثماراتنا يا مدام عزة. نعم. لان صحيح. جنبنا المثل، مش هقول لك اليابان شوفي اتخذت منها جزر ايه من كام سنة عشان كده عملت جيش، لا، انا بتكلم جنبنا اهو. واحنا أيوة. عندنا والحمد أيوة. لله دي قائد القوات البحرية بيدشن الفرقاطة. أيوة. حاجة يعني يوم سعيد. صحيح. لمصر ولجيش مصر ولقواتها البحرية عشان نأمن حدودنا واستثماراتنا. وانا بركز اهو، ده مهم جدا، وانا بقول في كل حتة يا مدام عزة، الحرب القادمة في الشرق الاوسط هتكون حرب غاز، وبقول اهو من داني للوقتي. أيوة. واحنا مش شفنا هتبقى بشكل واضح عن كده ده يا فندم. انت شفتي من كام يوم التركية راحت عملت يعني عملت بتاع دوت اتفاقية مع ليبيا مع الرئيس الوزراء المنتهى ولايته ان تفتش على البترول قدام السواحل الليبية، يعني هتبقى جنبنا. ايوه. عشان كده الناس لازم تبقى عارفة ان احنا بنخطط صح وبنفكر صح، والكلام ده بقاله سنين لحد ما وصلنا ان احنا عندنا القوى البحرية رقم 6 في العالم، واعتقد بالوضع الجديد ده هنتقدم ونتقدم ان شاء الله لتأمين مصر واستثماراتنا. وباكد تاني يا مدام عزة، استثماراتنا دي الاهم. الحمد لله احنا بقالنا كذا سنة عمر ما حصل عندنا هجرة شرعية يعني غير شرعية، واعتقد الاتحاد الاوروبي اشاد بمصر أشاد. وبحريتنا انها بتأمن الكلام ده تمام. بالزبط. تمام. طيب دكتور.